ما نحتفل بالنبي عليه السلام. وده بقى اللي قالوهم فيه عليه للمسلمين. انا قلت لكم صاحبه فكر، لا اتفقنا احنا طبعا المساجد حوالينا ونازلين اللي مش عارفه فين، وفي 8 مساجد وعندنا مسجد النهارده الصبح وبعدين بعد العصر في بقى. يعني انا عن نفسي كان في 8 مساجد في الاسبوع، الاسبوع 7 ايام بس كان عندنا 8 مساجد بالنسبه لهم، والمجالس الشرعيه والقران والمقارئ، وكانت الدنيا كلها الله ورسول الله. دلوقتي ما فيش. لما نيجي ناخد فرصه زي دي لاولادنا ونذكرهم برسول الله، ما هم شايفين احتفال الكريسماس اي حاجه، لا احتفال، الترمين وقع هنعمل له احتفال، ما اعرفش ايه حصل هنعمل لها احتفال. ولكن الله اجلسكم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الصف، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ نذكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو هريره معاه. الله اجلسكم، ما جلستوش الا لله سبحانه وتعالى؟ والله ما جلسنا الا لله سبحانه وتعالى. فايه؟ فابشروا. تذكروا عند الله سبحانه وتعالى، تذكركم الملائكه السياره، تذهبوا يغفر الله لكم، مجلسكم يغفر الله لكم. نعمل ايه؟ احنا عندنا طقس. بصوا يا كل ام وكل زوجه قاعده دلوقتي وبتسمعني، طقس ثابت. جلسه العيله، ولو جوزك معاكي بيحضر النهارده يسمع الكلام ده قولي له دكتوره هلا قال، ما يعدي اسبوع الا ما نعمل جلسه العيله. تمام، جم والدوام يوم الجمعه، جيتوا الساعه 5 والدنيا كذا، تمام اعملوا ماشي بالليل، اعملوا الفجر، اعملوا تاني يوم الصبح، مش مهم. جلسه العيله دي سبت نص ساعه، قول له بص يا ابن الحلال احنا هنقفل الراوتر وهنقفل الداتا بتاعه الموبايل، واقعد معانا نص ساعه مع الاولاد، فيها ايه، فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها سلوك او خلق بعمله العيال، فيها ثقافة عامة أو تربية أو تصحيح سلوك أو تعديل سلوك، بما إنك أم فاهمة ووعي وعارفة عيالك محتاجين إيه وإيه النقص اللي نعلمه. لازم جلسة العيلة. يوم أو شهر زي دوت ندرس، ما قلت لكم كتاب موجود على النت بي دي إف، درس الكتاب الشمائل المحمدية. نعمل مسابقة لطيفة وبسيطة زي الكلام ده، وإن شاء الله يبقى 50 ليرة يعني. هنجيب بيها شوية هدايا ونغلفها بسلوفان وبنعمل، ومش هنخسر لك الميزانية بس أهو. واللي يجاوب يقولوا من باب التشجيع. لوحة الشرف اللي بنعملها ونحط عليها النجوم، واللي يجاوب واللي يعمل واللي يبقى مواظب معانا في الأمر ده هتختار الخروجة بتاعت السنة الجاية، هتختار خروجة الشهر، هتختار هناخد فين العزومة الجاية، أيا كان. جلسة العيلة هي جلسة لذكر ربنا سبحانه وتعالى. جلسة بعمل فيها فيدباك خلاص على الأسبوع أو على الشهر او على الخلق او السلوك. بعلم فيها مين يقول لي نشيد عن النبي عليه الصلاه والسلام، مين يقول لي قصيد، مين يقول لي موقف اثر، مين عمل فعل النبي عليه الصلاه والسلام في المدرسه، وده هيبقى عليه التي هياخد عليه 4 نجوم. مين هيعمل كده؟ والاب والام يشاركوا. هنا بقول انا بحبك يا رسول الله، هنا بقول انا مقصر، انا مقصر في السنة ومقصر في العبادة، بس أنا من بعد المحاضرة دي إحنا هنطلع نعمل كده معاهم، ويبقى الجدول ده محطوط. قصة، نشيد، مسرح عرايس، ما فيش مسرح عرايس، هاتوا ملاية من الملايات للنساء وحطي مشبك هنا ومشبك هنا واعملوا مسرح عرايس ومثلوا السيرة. القصص المصورة، القصص المجسمة، أيا كان. ما تسيبيش أولادك. إحنا في الغربة محتاجين كل فترة نعمل تجميع زي ايه، لازم. مسؤول علاقات عامة في كل مكان، ده دوره، أحيي الدين. أحيي الدين. أحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هنيجي نتجمع عن حاجة منسية. هنطلع السلالم نقول الله أكبر، ننزل السلالم نقول سبحان الله، أحيينا سنة. ماشيين السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، نحيي سنة. هو كده. في الآخر يعني أحب أختم يعني يعني عذرا يا رسول الله، والله يعني لك العتبة يا رب حتى ترضى في تقصيرنا، وان احنا يعني كان نفسنا نمثل الاسلام بشكل وبسمت ان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بينا يوم القيامة، ملائكة تعمل لنا صفين كده ويفرح، نستقبل كده من الائمة، كل امام يدعو او كل امة تدعو بامام، نبقى امام احياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا امين يا رب. ونقول يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جزاك